مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا عبد ورد يوتيوب لأحوال الطقس. نعود إليكم من جديد ونقدم لكم النشرة الجوية خاصة للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار، وهذا اليوم الجمعة 18 من شهر أوت 2023. إذن خلال الفترة المسائية إلى الليل نتوقع لأمطار رعدية غزيرة على ولاية منراسة، بالإضافة إلى مناطق برج مختار وعين قزام. هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة، بالإضافة إلى مناطق تنزا وطين. هذه المناطق الحدودية مع دولة مالي ستشهد أمطار غزيرة ومعتبرة. المناطق الشمالية منطقة الثورة، ولاية بشار، شمال ولاية بشار، وأيضا النعامة والمشرية وعين الصفراء، وصولا تقريبا إلى الأغواط والبيض، بالإضافة إلى مناطق تيارت. هذه المناطق أيضا ستشهد أمطار رعدية خلال الفترة الليلية إن شاء الله. تبقى الأجواء تقريبا غائمة على مناطق شمال الصحراء والواحات والمناطق الشرقية والأوراس، بإذن الله تعالى هي غيوم دون فعالية. بعض أيضا الزخات من الأمطار ستميز ولاية غردية على شكل زخات وخلايا رعدية منعزلة. سنوفيكم إن شاء الله بتفاصيل مهمة لاحقا. كل الخير إن شاء الله نتمناه للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.